ينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور حامد معنا. في ذكرى الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة بمصر، كيف تقرأ الأثر الدولي والإقليمي لهذه الثورة، وأيضا كنموذج لمصر في قيادة الأمة العربية والتحول نحو الاستقرار ويعني التمركز حول المصالح الوطنية وتغليب مصلحة الشعب والوطن؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. لا شك أن ثورة 30/6 نجحت في إجهاض مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة السيطرة ليس فقط على الدولة المصرية باعتبارها هي الدولة الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكن أيضا كان هناك مخططات إرهابية للسيطرة على كل الدول العربية في إطار أن هذه الجماعة ليست جماعة فردية ولكنها جماعة مدعومة من جهات خارجية كانت تسعى بشكل كبير لتفتيت الأوطان غير مؤمنة بالدولة الوطنية القائمة على تعظيم دور المؤسسات الوطنية وأيضا تعظيم العمل على حفظ النسيج الوطني بين الشعب المصري بكافة طوائفه، لأن هذه الجماعة كانت ترغب في تقسيم مصر، كانت ترغب في صناعة الفوضى في المنطقة، كانت ترغب في العمل وبشكل كبير على إقامة إمارة سيناء باعتبارها هي كانت الخنجر الذي كان يتم ويحاك تدمير الدولة المصرية، وبالتالي كانت ثورة 30/6 هي الضوء الذي رأى به المصريين كيفية الحفاظ على دولتهم من خلال النزول إلى الشارع بشكل كبير، خاصة أن هذه الثورة كان لديها من يحميها وهو الجيش الوطني العظيم الذي آمن بطلبات المصريين وآمن بحق الشعب المصري في تقرير مصيره والحفاظ على هويته الوطنية، باعتبار أن هذه الثورة لولاها كنا قد دخلنا في نفق مظلم لم تخرج منه مصر أبدا. ودعينا نشاهد الآن حالة من عدم الاستقرار في المنطقة تسعى من خلاله الدولة المصرية ومن خلال نجاحها في تثبيت دعائمها بشكل كبير، دعائمها المؤسساتية ودعم الجيش الوطني ودعم الشرطة المصرية ودعم الإعلام المصري ودعم القضاء المصري، باعتبار أن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات، ونجحت ثورة 30/6 في تثبيت هذا الدعم الكبير لكل هذه المؤسسات بما يتوافق مع الرؤية السياسية الواضحة لكل المؤسسات المصرية في الحفاظ على هوية الدولة المصرية التي كانت تريد هذه الجماعة في طمس هوية الدولة المصرية بشكل كبير. وبالتالي هذه الثورة الآن هي ما نجحت في إنقاذ المنطقة، المنطقة كانت على شفا يعني الانهيار وكانت على شفا جرف انهار، وبالتالي نجحت ثورة 30/6 في الحفاظ على المنطقة. ودعينا نشاهد ما كانت تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في الشقيقة تونس ومحاولة القفز على السلطة، ونجح الشعوب العربية في اكتشاف هذه الجماعة ومآربها في محاولة تفتيت الأمة العربية بشكل كبير، أيضا في الشقيقة السودان ومحاولة جماعة الإخوان الإرهابية نفس الأمر وغيرها في الكثير من الدول التي لا تؤمن هذه الجماعة بوطن قائم مستقر ويسعى من خلاله الشعب إلى توحيد صفوفه لمواجهة التحديات المتزايدة على المستويات الداخلية وأيضا الخارجية. نعم، هذه التحديات دكتور حامد تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه الذي تابعناه قبل قليل، كيف تابعت أبرز المحاور التي جاءت في خطاب الرئيس المصري بمناسبة ذكرى الاحتفالات بثورة يونيو المجيدة؟ يعني طبعا في البداية يا فندم لابد أن نشكر القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي الذي وضع روحه على كفه في ظل ظروف كانت ظروف مأساوية، وكان الشعب المصري في هذه المرحلة وبالأخص قبل ثورة 30/6 يعني يشعر بالخوف الشديد نتيجة قيام جماعة الإخوان الإرهابية باستخدام السلاح وترويع الآمنين في بيوتهم وترويع الآمنين
في أعمالهم واستهداف الشرطة واستهداف الجيش، وشاهدنا أننا كنا نسمع إن لم نحكمكم وإن حدث أي شيء يمس جماعة الإخوان أو قياداتهم سنقوم بمن يقوم برشهم بالماء، سنقوم برشهم بالدماء. وهذا من قال ذلك الكثير من داعمي حركة الإخوان الإرهابية، ولكن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تحرك وبشكل كبير، ومعه كل قيادات الجيش المصري العظيم في الحفاظ على الشعب المصري في مواجهة هذه التحديات، في الوقوف أمام هذا العدوان الغاشم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية على الشعب المصري العظيم. وبالتالي كان هذا الموقف هو الأساس الذي جعل الشعب المصري يرفع رداء الخوف ويتحرك بكل قوة وينزل في ثورة 30/6 للحصول على الدعم الكافي من الجيش المصري لمحاولة أن يكون هناك إنهاء لحكم جماعة الإخوان الإرهابية التي لم يمتد هذا الحكم إلا أكثر من 10 أشهر فقط، ودليل قاطع على أن الشعب المصري لفظ حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وبالتالي في كل الأحوال أرى أننا نؤسس لمرحلة جديدة، خاصة أن القيادة السياسية لم يكن همها الكرسي ولم يكن همها الأول البقاء في السلطة، ولكنه أراد أن يبني مصر بشكل حضاري وبشكل يتوافق مع الجمهور الجديدة. وشاهدنا العمل الدؤوب في كل قطاعات الدولة المصرية للخروج من حالة العوز والفقر إلى حالة من الاستقرار الكبير التي تدفع في اتجاه تعظيم قدرات مصر السياسية والاقتصادية. ونجحت الدولة المصرية في تنويع وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي بما يخدم شعب مصر والخروج من هذه الدائرة، وهي دائرة العوز ودائرة الاحتياج. وأصبحنا الآن نتحرك في كيفية إيجاد مخارج حقيقية لأزماتنا الاقتصادية، وهذه الأزمات لم تكن وليد الدولة المصرية، ولكن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية. كبار دول العالم بتأني بشكل كبير من أزمة اقتصادية طاحنة، ومع ذلك في خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا وقال أنه يدين بالولاء ويقر بأهمية الشعب المصري وبأهمية الأسرة المصرية، ووجه يعني نداء عاجل لكي يتحمل المواطن المصري، وشكروا على تحمل هذه الأعباء الكبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الكارثية اللي بيعيشها العالم بشكل عام. وبالتالي في ظني وتقديري أننا نسير في الاتجاه السليم لتعظيم قدرات الدولة المصرية للعمل على انتقال مصر إلى دولة كبرى مؤثرة في محيطها الدولي والإقليمي، في ظل أن القاهرة يعني الآن حدودها مشتعلة من كافة الاتجاهات، سواء على مستوى قطاع غزة، على مستوى الأوضاع في السودان، على مستوى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا. كل هذه هي حدود مصر الآن، ومع ذلك الدولة المصرية ثابتة وقادرة على مواجهة هذه التحديات المتزايدة. نعم دكتور حامد فارس، أيضا نتذكر المشهد المهيب لتلك الثورة وخروج الملايين في الشوارع، وكان الدور البارز هو لإرادة الشعب المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة.